السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كتشوفوا لا غاشي ولا ماشي، لأن الساعة الآن 4:30. الناس كتبحث على الظل والماء، ولكن أنا خرجت هنا باش نصور ونعطيكم واحد الفائدة، نصيحة لوجه الله. اللي يعمل بها غادي يلقى في الحياة ديالو اليسر. هاد النصيحة نصحنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واحد الحاجة لا تعنيك، علاش كتدخل فيها؟ علاش كتبحث على المشاكل؟ لماذا؟ علاش كتقول لي بكم سيارتك؟ انت شحال شريتي هذه السيارة؟ شحال شريتي هذه السيارة؟ علاش كتسول هذا السؤال؟ متى تتزوج؟ أنها راش غادي تتزوج؟ هو سيدي ما باغيش يتزوج، هو اللي عالم به الله، عنده مشاكل، شوفوا واش أنا راش تتزوج، أنت باقي ما تزوجتيش. هادي ما إنسان ابتعد على هادشي. ها هو تزوج تاني كيجي وليد، أنت باقي ما كاين لا وليدات لا والو، تين تدير الوليدات؟ أنت شحال عندك من ولد؟ ربما هو عنده مشاكل، ما كيولدش أسيدي، أو مرتو عندها عاقر ما كتولدش، كتحطو في واحد ما كيعرف هو ما يقول لك. اش بغيتي بهاد الوضعية الإنسان تقول لي بحال هكا؟ أو كتقول لي ماذا تعمل؟ شناهي خدمتك؟ فين خدام؟ فين خدام؟ شحال كتشد كم راتبك؟ أشحال كتشد؟ هاد السؤال ما يتطرحش. ما تقولش الإنسان شحال كم المدخول ديالك؟ شاش كتشد؟ بحال هادشي راه كيدير العداوة. ولا كتجي عندو أش قال لك فلان؟ فلان أش قال لك؟ فلان أش قال لك؟ الآن بحال هاد التينة مثلا، هادي كنقولو فوتت، يعني ولات حلوة، هاديك الحلاوة فيها مركزة، يعني ولات بحال ديك الشريحة اللي كنقولو حنا الشريحة. نحاول ملي كنقطع نقطع من هكذا، إلا قطعت من هنا كيسيل هذاك الحليب، هذا حلو مركز أكل عسل. دركا مع هاد الحرارة المفرطة هتبدا تكمش. فلا علنا نعمل بهاد النصائح ذهبية اللي عطاها لنا وصلها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من خير إلا وأرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم.